الحب حاجة والإعجاب حاجة والاحتياج العاطفي حاجة والتعلق حاجة. وللأسف أغلب الجوازات بتتم عن حالة احتياج عاطفي وإعجاب، يعني 60-70%. عشان كده نسبة الطلاق ارتفعت، 60-70% من الجوازات بتتم على مشاعر إعجاب ومشاعر احتياج عاطفي. طب إيه هو الإعجاب؟ الاعجاب انا ببقى معجب بالهاله الخارجيه اللي حوالين البني ادم، شكله، لبسه، طريقه كلامه، مشيته، اسلوبه، مستوى الاجتماعي، مستوى الثقافي. فببقى مبهور، ببقى مبهور بيه، باللي بره، بالحاجات الحلوه اللي بره اللي انا شايفها. انا مش بهتم او مش مركز ان انا اشوف اللي جوه. فبيحصل زي ما بيقولوا الكلمه بقى اللي بيقولوها دي، ما فيهاش غلطه، ده ما فيهوش غلطه، وما فيش حد ما فيهوش غلطه، كمان لله وحده، كلنا فينا عيوب وفينا غلطات. فبيجي بعد الارتباط، بعد شوية، بعد التعود وبعد العشرة، بنبتدي يبين العيوب بتاعتنا، فنبتدي نتصدم ونقول ان هو ضحك عليا، غشني، خدعني، او ما فيش حب، او جواز عن حب زيه زي الجواز من غير حب، ونبتدي نرمي الليلة كلها والقصة كلها على الحب. لا، هي المشكلة كلها في حضرتك، ان انت فسرت مشاعرك غلط ودخلت الموضوع على انه احساس تاني، وانت اللي انت فيه ده احساس مختلف. طب ايه هو الحب؟ مبدئيا الحب رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى، زيه زي السعاده، زي النجاح، زي الصحه، ورزق المفروض ان احنا ندعي بيه، اللهم ارزقني زوجا من نفسي، اللهم ارزقني زوجه من نفسي. فبيحصل حب رزق. دليل على كده حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، او مقول سيدنا محمد عن سيده خديجه رضي الله عنها وارضاه، وكان بيقول لقد رزقت حبا. بس كل اللي بتعرفه ان انت مرتاح جدا معاه، سعيد جدا معاه، في تواصل فظيع بينكوا، مهما يكون في مشاكل بتبتدي تحس ان انت المشاكل دي بتتحل وتتهندل بسرعه، في حاجه كده بينكوا كيمستري كده فظيعه انتوا مش فاهمين ايه السبب فيها. انا اتاكد ازاي ان هو ده بقى نصي التاني، او ان هو ده فعلا حب حقيقي؟ انا ببقى شايف مميزاته وببقى شايف عيوبه، عيب عيب، بس ببقى العيوب دي انا ما عنديش مشكله فيها خالص. ليه؟ لان انا عارف اتعامل معاها وعارف احتويها وعارف اتعايش معاها ومش عامله لي اي مشكله. طب ايه هو بقى الاحتياج العاطفي؟ للأسف الاحتياج العاطفي ده بيجي من واحنا صغيرين. أغلب الأهالي بتتعامل مع الولاد بتديهم مشاعر حب عن طريق الماديات، مش عن طريق المشاعر. أنا عشان أثبت لك إن أنا بحبك، فأنا بدي لك فلوس، أدخلك مدرسة كويسة، أصفرك، أفسحك، أجيب لك هدوم، أخليك تأكل أكل كويس. فابتدوا يدونا مشاعر الحب على أساس إن هي جزء مادي. مبدئيا أنا لو سألت نفسي سؤال واحد، هل أنا لو جالي شخص احسن منه هوافق ولا لا؟ اول ما تلاقي نفسك بتقولي هوافق، اعرفي ان انت في حاله احتياج. حاجه تانية بقى، ما تلاقي نفسك مشغوله جامد جدا مع اصحابك، في شغلك، في الدراسه، في حاجات، طول ما انت حواليكي زحمه زحمه زحمه، تلاقي نفسك انت بتفتكري او بتدوري عليه. لو لقيتي نفسك انت ما بتفتكريهوش ودوريش عليه غير لما هو يتكلم، او اول ما بتفضي وتلاقي نفسك قاعده لوحدك، اعرفي ان انت في حاله احتياج عاطفي.